إلى ذلك أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام المشاركة في اللقاء صمود كل المؤتمرين في مديريات طوق صنعاء أمام التحديات التي سببها العدوان، مؤكدين الحرص على المشاركة الحاشدة في المهرجان. الله يعين العاصمة تقدر توفر ما وزاد ما يفعل الستين والسبعين وخمسة واربعين حشد الملايين ولا في الرحب ولا آخر في السواء. قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام في مديرية سنحان وبني بهلول جددوا الدعوة إلى السلام والتصالح والتسامح ونبذ الفرقة والشتات، المبدأ الثابت الذي يدعو إليه المؤتمر الشعبي العام كل القوى في الوطن، ويهيبون بجميع أبناء المديرية التوجه إلى ميدان السبعين الخميس المقبل للمشاركة في الحشد الملاييني احتفاء بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. باسمي ونيابة عن زملائي في فرع محافظة صنعاء أحييكم وأشكر هذا الحشد وهذا الحضور لهذه الرموز الذي نعرفها دائما في مقدمة الصفوف، لأننا دائما ننظر إليكم كأحد قبل ضوء صنعاء الذي دائما تأتونا كالسيل، لأننا في هذا اليوم وفي هذا الحضور ندعوكم للحشد وتكونوا في مقدمة القوافل التي ستصل كما تعودنا منكم كالسيل، لأن السيل كان ينزل من خولان ثم سنحان ثم سائلة صنعاء ويوصل إلى سد الخارد، فاليوم الخارد هو السبعين. وصول المؤتمر الشعبي العام من عموم محافظة الجمهورية إلى ميدان السبعين لدعم الجبهات لطلب الأمن والاستقرار، لأننا سنوصل رسائل إلى كل مكان في الداخل وفي الخارج، نقول لهم أننا نسعى لوصولنا إلى ميدان السبعين لتحقيق الأمن والسلام والصلح والمصالحة. المؤتمر الشعبي العام دائما يمد يده للسلام للحوار لا للاستسلام، نحن هنا في خندق واحد نقف دفاعا عن البلد ونقف دفاعا عن الأرض والعرض، لا نقف ضد أحد، لا نحشد ضد أحد، بل نحشد من أجل اليمن، من أجل الأمن، من أجل الاستقرار. نشهد حماس وتفاعل منقطع النظير على مستوى جميع المراكز والقرى ومن قبل كافة شرائح المديرية رجالا ونساء وشباب وكهاء، وسيظل أبناء المديرية على العهد أوفياء، وللزعيم علي عبد الله الصالح والمؤتمر الشعبي العام. تنظيمنا الرائد تنظيم الوسطية والاعتداء. أما ما يخص تنفيذ عملية الاستقطاع لعضوية المؤتمر الشعبي العام فإنها تسير باندفاع كبير من قبل الراغبين في الانتساب وبحضور شريحة الشباب وهم الأولى والأكثر، والذين حتى لم نستطيع مواجهة الزخم الكبير والإقبال الشديد على الانتساب في جميع مراكز المديرية. على العهد باقون في وجه التحديات والإرهاصات واقفون، هذا ما عبر عنه أبناء مديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء خلال لقاء تنظيمي خاص بالترتيبات والحشد للمشاركة في الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. ندعوكم وندعو كل أبناء اليمن للحشد الجماهيري الكبير للمهرجان الملاييني للاحتفال يوم 24 أغسطس بميدان السبعين، فلا بديل لنا عن الجمهورية والديمقراطية والوحدة، ولا خيار لنا غير حفظ وحماية يمن الإيمان والحكمة. كما ننوه بأنه في الأسبوع القادم سوف تقوم المديرية بدعم قافلة من أبناء مديرية سنحان وبني بهلول لرفد الجبهات، ندعوكم لدعم هذه القافلة. التأكيد على وحدية الانتماء والسير على خطى الوسطية والاعتدال ودعم ورفض الجبهات بالمقاتلين وتوحيد الصف وتعزيز الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود ومواجهة العدوان مضامين أكدها المؤتمر الشعبي العام في الفعالية. كما نؤكد أن من يصدرون البيانات ومن ينتحلون صفة مشايخ وعقال وأعيان سنحان وبني بهلول لا صفة لهم ولا يمثلون أبناء المديرية لا من قريب ولا من بعيد.
يجدد أبناء سنحان وبني بهلول الولاء المطلق لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وقائده ومؤسسه ابن اليمن البار المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. وسنظل على هذا العهد ما حيينا جيلا بعد جيل. يؤكد أبناء سنحان وبني بهلول على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، ورفضنا الكامل لأي محاولات يائسة لشق الصف الوطني وخلخلة الجبهة الداخلية. فعاليات ولقاءات متواصلة لمنتسبي المؤتمر في المحافظات كافة يجمعها ويوحدها حب الوطن والحفاظ على مكتسباته والتصدي لكل مؤامرات الغزاة والمحتلين الذين يسعون لإثارة الصراع في مجتمع أدهش العالم بصموده وهويته. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء. في الإطار ذاته عقد